السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناة نسرين ام ال شانيل. هي قناة كتهتم باخبار الفنانين والمشاهير وكل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نشوفوا في هذا الفيديو فيضانات او لا مشاهد صادمة من فيضانات في الصين نتيجة لانهيار واحد السد. المهم نخليكم مع التفاصيل في الفيديو.你看这人冲跑了，哎呀，拉着东西，哎呀，我的天哪！哎呀，一个小孩，一个孩子，一个父亲。